حمزه ما بيهاجمك ليلى. هاجمني واحد الوقيته، ولكن شوف انا الحمد لله ما انا تنتقب واحد شي حاجه سميتها ما نديرش وما نخافش. درك فاش هاجمك ليلى؟ لا ما درنيش، لان شنو قال؟ قال بان ليلى كتنقلات هذيك الفيستا، وانا كنت واخده ديك الفيستا وصوب بان لي واحد الثوب في درب عمر مازال كنعقل وعجبني، وقلت هذا غادي نختارعو كبومبيغ، وقلتها عند مومو في القناه ديالو في ايتراديو، وصافي من بعد بقيت يهضروا عليا اكسيتيرا. مي انا سي با غاف، انا زعما ما عندهم ما يشدوا عليا، وكاع الا شدوا عليا شي حاجه وقالوها نقول لهم اه انا كندير شي حاجه جاسوم اي الوغ يا صافي. مي داك النقاش اللي بقاو كيقولوا بومادا الصفراء اللي ما قلقك حتى؟ لا لا ما قلقنيش، هو بومادا الصفراء شنو هي؟ راك داوي راه داوي شحال من المغربي. واخا ليلى علاقتك بسيمو بالبشير كيفاش كتعرفيه؟ انا سيمو بالبشير كنعرفو شحال هادي في ايامات بوندا بار، وكان هو ديك الساعات جورناليست في المغرب، فاش كان باقي هو هنايا كان كيدير شويه ديال المانكينه، كان في مجلات، دونك اوتوماتيكمون حنا في الدومين بحال نتايا في الدومين ديالك كتعرف كاع الصحفيين وكاع لي كاميرامان ولي في، دونك اوتوماتيكمون كتعرفو. علاقتي معاه يعني على علاقه عاديه بحال اي واحد، انا ما عنديش زعما شي علاقه اكثر مع هاد الولد ولا مع هاد البنت ولا مع هاد الفنان ولا مع هاد لو جورناليست. انا دائما اللي بغاني كيبقى راه مرحبا، ما بغانيش